بالنسبه للوضعيه ديال الفريق هذه السنه هذه، يعني الرياح اللي كان عندنا هو انه الفريق يبقى في القسم اللي هو فيه، يعني ما كانش عندنا واحد طموح كبير باش نمشيو يعني البراج ونحققوا الصعود، على اساس انه ما بديناش بكري. اولا الفريق ما بداش التهيئه ديالو والاستعداد ديالو في الوقت المناسب، وكان عندنا اكراهات اللي هي ماديه صعبه في بدايه الموسم، ثم كان عندنا اشكال ايضا في الاداره التقنيه اللي هي ما يعني ما حسبناش فيها مبكرا، بالتالي واحد العدد ديال العوامل اللي تضافرت على اساس حاولنا انه نعملوا خلال هذه السنه ونجيلوا المسائل على اساس الفريق ما يطيحش، لانه كان غادي يطيحوا ثلاثه الفروق، وبالتالي كان الرهان ديالنا انه نبقاو. الحمد لله كانت المسيره موفقه، حتى قبل الدورات النهائيه راه كان عندنا امل ديال ندوزوا المباريات السد. يلاه ولا عندنا واحد شويه الاخفاق في ذوك المباريات الاخيره، ولكن النتيجه بطبيعه الحال هو انه الامكانات الماديه اللي ما كانتش متوفره، يعني عشنا الموسم كله على يعني السلوفات، اقتراض من بعض المحبين الغيورين على الفريق، في انتظار انه الملحه ديال مجلس البلدي يعني تكون موجوده، لانه حتى التغيير اللي جا بالنسبه لوزاره الماليه خلق لنا مشكل ديال الاستفاده من المنحه في الوقت ديالها المحدد، وبالتالي المنحه لحد الساعه راه مازال ما حصلناش عليها، ولكن الحمد لله استطعنا انه الفريق نوصلوه للنهايه ديال البطوله بدون خسائر اللي هي كبيره. بقى الفريق منذ الصعود ديالو للاسف انه صعدنا في السنه الاولى وحط لنا المرتبه الثانيه، في السنه الاولى ديالنا، في السنه الثانيه في قسم هوات حط لنا المرتبه الرابعه وباقل امكانيات، يعني انا عطيتك الاحصائيات ديال السنه الاولى المرتبه الثانيه ب 23 مليون، في السنه الثانيه المرتبه الرابعه ب 33 مليون، فاذا به في السنه الاخيره. وللاسف انا كانت عندي واحد مجموعه ديال الظروف، ما كنتش في الرئاسه، ولكن كان عندي واحد مجموعه ديال الاكراهات اللي ما خلانيش نتابع الفريق، وكانوا شي اخوان سمحهم الله يعني يدفعوا للفريق النزول للقسم الشرف، كنتاسفوا بزاف. شو الطموحات ديالكم في الموسم المقبل؟ احنا هاد السنه حاولنا ان شاء الله خلقنا واحد الكادي، هذا هو الرهان اللي كان عندنا، خلقنا كادي مزيان وخلقنا مدرسه ديال التكوين الاطفال الصغار، وهذا هو الرهان. الرهان الان ماشي خصنا على الاقل من دابا واحد عامين ولا ثلاث سنين عندنا واحد الفريق قوي اللي هو محلي، ما نبقاوش تنضروا كل مره تنجيبوا لعابه من هنا ومن هنا ومن هنا. اولا كاينه واحد التكلفه ماليه اللي هي كبيره، الفريق تينفقها وما تيكونش ذاك العطاء وذاك الاداء اللي يمكن يديه يعني واحد اللاعب اللي هو ولد المنطقه، لان الرهان ديالنا الان اشتغال على الفئات الصغرى، ان شاء الله باش في واحد الافق ديال سنتين يكون عندنا واحد الفريق متكامل.